ايوه قول معايا شوية. اصبر ما تاجى يا صبرت قلبي اصبر ما تاجى ونازل نازل نازل علي فراق يا عزيزي يا عزيزي يا فراق فراق ولفتي يا مر بالترياق نازل علي فراق فراق ولفتي امر مسترياق تهني ساعة يلي الحمد المتهني ساعة ويتوالي يتوالي يتوال علي علي كثرة الوجاعة ويتوال علي زي ويقصار علي خاطرة متهي ابلا كي ما تبرى محاور كي هبلا كي ما يبرى الحديث الناعة صلي يا حبيبي بالفوت بالفوت فمشكون يحب يسمع شوية بياتي بالمزد أما نحب نسمعه بياتي بالذكرى أسمع بياتي شوية. تريلي يا لجهاز عود على ولدي عود على ولدي ومن مأساة ولا يستغرب اه ماما
يا عين عليك رد عليك يا ودي، الله مصلي على النبي. خميس هذيك خمسة خميس هذيك كنا ما غيرنا فيه. يعني بصراحة حاجة روعة. عايش خويا عايش. يا خويا شوف انك ناس مع جياد هكا يذكر راهو كان في نتايش المزود. نسرق توا نسرق في الافكار والله مصلي على النبي. يا خويا ما شاء الله عليك. تبارك الله عليك بالحق. ومحلاها اللمة هكا كي نتلموا. والله ان شاء الله ديما هكا يا خويا ان شاء الله ديما هكا. وريت اللي يفهمك. المشكلة وين هي؟ الحاجة الباهية وين؟ كي بشر يفهمك بالضبط. خليك تضيف. ويقتنع بيك. ويحبك ويحب عصفك يزيدك اضافه على اضافه. اي خويا وبالحق ثم كلمه يقولوا فيها ناس بكري، حديثك مع اللي ما يفهمكش نقص من العمار. اي اي باب. واللي يفهمك يشجعك ويعطيك يزيد يبعث فيك شحنه اخرى. اي والله ما شاء الله احنا كي نبداو عصير ممتازين مع بعضنا هكا نشيخ ونعملوا نبدا. والله اللهم صل على النبي. حاجه ما شاء الله حاجه ما شاء الله. والكيفاش والبل تمشي على كبارها عاد عم محمد هذاك المعلم. اي خويا محمد شارني بالحق هذاك الخور ربي يبارك طال عمرك. وهذاك هو خليفة انا راه هذاك هو خليفة اسماعيل الحطاب. اي بالحق هذاك هو اللي معلم وتلمذنا على يديه وبالحق والحمد لله معناتها الواحد ما زالت البركه. ربي يخليك الحمد لله. كلمه الختام عن محمد. نحب نتكلم انا كيف بدا بحدي جهاد. نحب نتكلم نحب نتكلم لدرجه اني معنا ما عاد نقدر ما نتكلم. ايوه نتكلم لدرجه اني ما عاد ما نقدر ما نتكلم. والكمال لله اما نقول الكمال الجهاد. بارك الله. ما نجمش نلاحظ نجي يلزمني باش نبارك ونشكر ونشجع ونقول جهاد قدوه ونقول عجوبه القرن ما غير مبالغه. هذاك ولدي هذاك ولدي 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 عباره ولدي ولد سلبي ولدي فنيا خاطر أيه. حتى الشيء اللي نحضره انا في مخي نلقاه عنده. أيه. وفبرك وانا باش ناديه يفاجئني به. معناتها جهاد فريد من نوعه ما غير منازع ولا فايده في الكلام ولا فايده في زي في الكلام. اسمع حاجه هي حاجه خارجه من القلب ومن الاحساس. لا لا لا, لا. والله 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 أي. ما غير رميان ورود. جهاد ربي يتم عليه والله لا يغيرنا فيه والله لا يغير فيه عائلته ووليداته والله لا يغيره في روحه والله الله لا يغيرني انا فيه زاده ولا ربي فضلك عم الله لا يغير فيه الميدان خطر كهو برشا عازفين ممتازين يستاهلوا بالحق برشا عازفين. تو كيما انت المره اللي فاتت بالرسم شفتك عملت عمل حلو ديما بشر طموح حب يوصل حب يعمل حاجات مخير غدرني بها على المباشر هذا. والله بالرسمي انا نفتخر ربي يعزك يا خويا رحمه الله يجزيك بالرسمي يعطيك الصحه انت والزوز العازفين اللي معاك معناتها هذيك منتصر ورمزي. تحيه لمنتصر ورمزي. تحيه ليهم ونشكرهم ياسر ياسر. انا سامحني من الصعيب باش واحد يعمل حاجه ويركبها شوف انا كنت مزاود خلينا نجيب هذيكم انا هكا انا راني كنت مزاود يا اللي حد يا منتصر ويا رمزي منتصر ورمزي ماما. ايه انا كنت مزاودي وهو يعرف هو بحذايا ويعرف ونفخت له بمزوديه ويعرفني انا شنو هو بالضبط. الحمد لله. شنو رايكم تسمعوا توا جهاد دي مازو؟ لا حسره ما عادش ما عاد شويه يمكن ما عادش شويه ما يسالش بيه هاي سيدي يا جهاد رجعتني توا رجعتني 30 سنه جهاد مفخر نقول لك ليه. اي انا نقول جهاد في العزف على آلة الذكرى خلف اسماعيل الحطه بلا منازع خاطر انا عشت اسماعيل في عيني هذا
الله الله عليك. هذه اخويا هذوما حاجات العقيق ياسر، حاجات زمنيين وكل صحاح صحاح راهم. يا خويا نورتوني خويا، ومرحبا بكم ومحليكم خويا، وربي يفضلكم الفن الشعبي. يا عايشك عايشك يا محمد، يا عايشك.